السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. في حادثتنا أثار جدلا واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت 10 صفحات ناشطة على الفيسبوك منذ قليل أن العروس المختفية في ظروف غامضة منذ أسبوع ظهرت أخيرا وهي بصحة وعافية والحمد لله. العروس والتي تبلغ من العمر 19 سنة اختفت يوم الجمعة الفارط من شقة مفروشة على الساعة 8 مساء بعد خروج زوجها لجلب وجبة العشاء في شهر عسلهم بولاية جيجل. وقال ذات المصادر أن العريس قام بتطليقها فور العثور عليها في انتظار تأكيد الخبر من الجهة الرسمية.